الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وحين سيرت تاج الدولات دا سورة آل عمران كسوغان شنية الضواتا إلهي بأوحى أمانة ذاكو أمانة قال يهود كمدة ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما وأمانة أخلاق الله إلى هذا ونكسن إن يراك منه صاين أرك إنه كتاب كأن القرآن كي هو كتاب الهداية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى مربا موضوع أيين قادنا إلى أمته وكل سيئه شيء الله إلى هذا أمانة وعجيبة وي خلق الأمانة إنسان كأمانة الله هي لو أمانة هي أمضوى هذه لقوا أنا إنكار دعوة أمانة أمر ربي الله ذو إلهي وإن أمري نوعية ذكر الدول وعين سمر إن سورة البقرة آخر كيد إلهي وإحو إن أمرين إن أمانة سيئة أفرنه فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي تؤمن أمانته دي قاركين بقارك كلا أمنا قف كلا أمن أمانة أهل كيد هجرس هجتوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأمر هذا إلى هاي وبحري أمانة إن الله خيامين أهل كذا لجارسية القرآن كان الكريم كي أمانة أمانة وحكوا أمانة ملك الجبريل وحكوا أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم وحكوا أمانة أمة المسلمين تا وحكوا أمانة حتى قال كي يهود كم لها والعدالة في القرآن وأمة وقبضنا القرآن كوآدوا إذا يهود حتى نقول يا من هذا هاي إلهي وأمانه قال كدلو قرتي سسيوي وحي وناجة إلهي وأقر سبحانه وتعالى سفر أسوأ ونكسن درادي والذين هم لأماناتهم وعهد مراعون إلهي مؤمنين تكو أمانية وذلك بلنتو ذي أمانة ذا إلالية أمانة ذو صدع وقفك وقو أمانية أدنى ولي هدو أمانة ذا الشبيه أمانة ذي إيمان كاسكحرة سيد النبي قال إنه الشيخ صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له حديث حسن قال إيمان بما لقف كان أمانة له أصلا وحي أتها أمانة الآن تمرافق نمو منافق محاة الماميس كمدها وإذا أتمنى خان هذه الأمانة وخيامية مركا أصلا بأن نقطة إيمان الأنت بل أستان وحي النقطة آخر سمانك مركب أمد الله حتى وحيك كلا حط على بذيه ذي كبد قنط أنت أمد أمانة رضو إن بأن النبي قال صلى الله عليه وسلم التساعة وحن النبي كتش وابي عليه الصلاة والسلام إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فرها دي أمانة الله تضيعه أمانة خاصة هي التعام كان لبضبا ذي قيامة سوحك لمجرئ شيء الله يدعى أمانة وحويان مركة تاريخ أكتو أنبياء يا أولياء إلهي يا حتى قصص كوقف كأمانة لي وقري تاريخ مضوع حكوا قال أمانة يا أشخاص طبعا نبي قال صلى الله عليه وسلم أصحابتي سووا تخصصات كليه تخصصات كذا قف بامبل بكسي بع برأيي وصفوين كون أكسن وضله صعب طبعا كم منها أصحابي طبعا كي كنا لوجو بشارية كم منها الأورين ترى أيه أبو عبيدة ابن الجراح يقول صلى الله عليه وسلم وحول لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ومضوا لبوح الله لنا ما هذا علن كوسد أبي عبيدة أمدا علن كوسد أمانة ذي أمانة ذي كساء أبو أميس عمر بن الخطاب الله كره لنا والله أركو ملاح ذا أبي عبيدة أرض الشام وملاح كاها فتوحاتكو هلكا كسبين يو جهادكو وذي داعون با كد الله عي كد من أول حج على وكقب أمين كادراد دي أياهو يعرو حب دق دق يسو قار حتى تشوكت إيه حتى تشيفتوا قلين هوري قلين دنب هذين يا مالي
waxaan ka codsanayaa inaad degdeg ugu timaado arrin adag baan kuu leeyahay. Abii Cubayda markay warqadii gaadhay ee uu akhriyay qoraal buu dib ugu soo celiyay, wuxuu dhaartaad ugu adkaystay iyo ballanta iyo amarka iga kala yareh. Waxaan kuu sheegayaa qof Ilaahay sii wada baajin kari mayse. Markii loo keenay warqadii Cumar uu akhriyay, waa ilmeeyay waxa lay Abii Cubayda miyuu dhinto maya uu ku dhow yahay buu inuu dhinto. Markaa jawaabtu soo siiya waxa ahayd, dad baad igu aaminta, dadkaasunbaa wax la qabaya geeri iyo nololba. Duya iska dhaaf, dad baad igu aamintay, qof dad wax lagu aaminana dad baa ugu qiimo badane. Junuudda iyo colaalka muslimiintunbaa wax la qabaya. Ayaama kadibba waa kii daacuunkii ku shahiiday. Taariikhda marka aad eegta iyo taraajimka culimada salafuna saalix, dadka ammaanada la si gaara loo xusi jiray, Abu Xaniifa raximahullah oo ka mid ahaa qolyihii madaahibta inoo qoray waaweyn afartaa kii u horreeyey taabici ahaa, nin bay shuraaka ahayn la odhan jiray Bishr, ninkii buu safar u dhiibay 7 bedladooda xariira, Masar buu uga soo iibinay. Markaa Bishri xaggaas uu joogay alaabta cid buu ugu dhiibay, xabad baa ceeb lahayd bedladaha ah, cid baa ceeb lahayd oo calaamad buu sameeyey, waraaqdana uu ku qoray wuxuu yihi, taa qofkaad ka iibinaysa u sheeg, khiyaamayay nagu noqonayni. Ninkii la wiilaawo 7 bedladoodba u wada socodsiiyey. Ninkii buu weydiiyey kolkii dambe, wuxuu yihi, alaabtii aad iibisay tii aan kuu calaamadiyay ceebta lahayd ma u sheegtay kii iibsado mayabu, ar meeshaa khiyaamaa ku soo gabatee, wixii oo dhan waa wada sadaqaystay, isagu qaybtii ku soo hagaagtay faricii iyo asalkiiba, macnaha raasamaalkii iyo faa'iidadii labadiiba waa sadaqaystay. Macnaha waxay sheegaysaa taasi siday u xalaal miiran jireen salafuna saalix. Mar waloo qofku ammaano uu leeyahayba islaamka iska daa gaalada ku jecel. Waxaa jiray sacuudiga ka dhacdaa filaya laba dumar ay ahaayeen oo la wada qabo, nin baa mid buu guursaday xaaskiisii ka dambeysay oo miyara ah, wuu yara qarsaday, wuxuu isri yaan lagu soo helay. Way jiraan ragga qaar dhuu ku soo dhoomanaya oo isiraaday maaragtay tooraye kaa dudinama cadhoomi. Xaaskiisii hore way ogaatay laakiin umay sheegin, isagana umay sheegin, iyadii uu la guursadayna umay sheegin inay og tahay. Xaaskiisa dambe iyo ninkuba waxay moodayaan weynadu inaan waxba ogeyn. Ninkii qadarkii baa ku yimidoo wuu dhintay. Markaa oridiisii hore qof muuminaadaba ahaydo, dhaxalkiibay soo qaaday oo gabadhii bay taqaanay guriga, guriga lagu qabaabay taqaanay. Arrimahaasi hore ugama qarsoomaan dumarkee raadaar bay leeyihin usoo qabteen iyo kabaraday leeyihin siyaada ah iyo ish baa ugu xidhanay. Markiiba way soo heshay oo dhaxalkiibay u geysay. Waxay tiri ninkii xaaskii hebel abel soo maad ahayn, yaasay tiri maxaa jira, waxay tiri walaal waan ogahay in layna wada qabay oo qarsoonayde, dhaxalkaagii waa kan. Heeg waa qof aaminay ma ogti way ku ammaananta. Tii kalena waxay tiri walaal waad mahadsantay khayr Allah ku siiyo, waajibkaagiina waad gudatay, laakiin wuu ifurayo dhaxal kuma lihi. Markaa dhaxalkan adiga ala aynu wada qaybsan lahayne iska qaado. Taariikhda saasay ku galay, wax wanaagsanna weeye. Dumarkana ammaan bay u tahay weliba kuwa la wada qabo. Waxaynu leenahay casrigan ammaanadii aad bay u adkaatay, ammaanadii maalka iyo ammaanadii madaxtinimada iyo ammaanadii sirta wixiiba way adkaadeen. Khiyaamadii baa badatay, qofku bay gaadhsii unbaaba ka dhacdayba iyo aakhira danteeda maxaan anagu duunya qaataa, taasaa ka dhacday. Xaaraantiiba waxay noqotay waxaan la arkay, xaaraantu maya waxay noqotay waxa la arkay, xalaashuna waxay noqotay waxaan la arkay. Oo qofku waxaan la arkay inuu cid kale ogeyn, haddii uu arko waa iska qaado, iimaanka xidhi lahaabaa yaraaday. Waxaynu isku waaninaynaa tilmaamaha iyo dhaqanka wanaagsana qur-aanku ina siinayo inaynu qaadanno oo ammaanada aynu ogaanno. Casrigan aqoonta waxaa ka muhiimsan ammaanada. Dadku markay xoolahooda cid u diranayaan, qofka waxaa la eegaa aqoontiisa, markaasa haddana la eega ammaanadiisa. Marka hadduu aqoon leeyahay oo aanu ammaano lahayn, cidima qaadato. Laakiin hadduu aqoontiisu yartaho aanu ammaano leeyahay, wax laga yaabaa in la qaato. Bal ama aqoontu marka ay khiyaamo wadatay ammaano la'aan tahay, khiyaamadaasi aqoontu khiyaamadu bay u adeegtaa. Oo qofka jaahilka ah aqoonyahanka khaayinkaaba ka khatarsan,
sida wax loo shaxay iyo sida wax laysu weydaariyaa buu xariif ku yahay. Marka ummaddeenna, ubadkeenna, ehelkeenna iyo ummaddeenna iyo madaxdeennaba aan arrintaa isku dabagalno, aan isku ogaano, aan isku waanin. Allahna haynagu hanuuniyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.